إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يوكن 2016، تركيب مبرد، تغيير زيت الجير وتشييك. أنا سيارة دورية زي البوابة، فلاتر، وبرضه فحص كمبيوتر نشوف إيش الأعطال اللي فيها. وبفك القربة الهواء عشان أفك الراديتر عشان تركيب المواسير من الجهة. للأسف لاحظت شيء هنا غريب، لاحظوا تكسير في مداخل بلف التبخير حق المحرك. هذا الكسر هنا أو هذا التهريب طبعا يعتبر ليك أو تهريب هواء في القربة راح يسبب مشاكل في صرفية البنزين، في تذبذب الـ RPM، يعني مشاكل تكون كثيرة. وأنا حبيت أصور المقطع هذا للفائدة عشان ما يكون تشييك يمكن أنا اللي كسرته. طبعا الكسر يعتبر قديم، لاحظوا حتى الغبار، وراح أفك برا وأوريكم إياها على الواقع. يعني ممكن لا أنا لو بفك ممكن يطلع معي مع الهوزة لأنه ما أدري إيش. طبعا أنا حتى الرجال كان هو عندي لاحظت إنه القربة هذه بهذا الشكل مايلة، طبعا هي معروفة بهذا الشكل مستقرة، فقلت له طبعا شكلها مو طبيعي، فراح أفك القربة الآن وأشوف إيش كيف تركيبها. طبعا هذا اللي كنت أنا خايف منه، لاحظوا على طول أي حركة ينكسر، يعني مصيره ينكسر.